يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت بعض المشايخ يقول إن مس القرآن والمسلم محدث حدثاً أصغر، إنها يقول إن مس القرآن والمسلم محدث حدثاً أصغر إنها مسألة فيها خلاف، فهل هذا الكلام صحيح؟ أي فيه خلاف، لكن الصحيح والحق أنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا الخلاف موجود، لكن العبرة بالدليل ما هو بالعبرة بالخلاف. نعم.